صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين ما خاب من تمسك بكم وأمنا إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. والله تعظيما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. أثنى عليه بذكره تكريما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. والدين قام بآله تقويما صلوا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. وإذا تروم جنة ونعيما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما هذا الشكل عند الإخوان الإيرانيين؟ أفتم كلابا أشكوف بكم حیات گفتم دهنش گفت همه نقل و نبایات گفتم که بگو محمد محمود محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم.
أي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلى روحه الطاهرة وإلى روح إمامنا وسيدنا وعظيمنا وشفيعنا الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه. ارفعوا أصواتكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن على القلب الرحيم، جدا لفت لطيفة. هذا القرآن الذي بالنص يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذا القرآن الذي لا تحمله الجبال أنزله على قلبك يا رسول الله. ومن هو قلب رسول الله؟ قلب رسول الله أشد صلابة من الجبل في الحق، وأرحم قلب خلقه الله سبحانه وتعالى في نظام التكوين في مجال الرحمة، قلب رحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، بل ولو كنت فظا غليظ القلب. عجيب، إلى الآن الإخوة الذي ممكن يشوفون الجماعة في نجد وفي مكة كيف أخلاقياتهم؟ أخلاق عسرة، أخلاق خشنة. الآن بعد 1400 سنة مع هاي العمارات، هاي السيارات، هذا التقدم، كيف كان يعيشون أيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وهذا النبي العظيم، هذا المعجزة، كيف كان يعاملهم بالطرف الثاني؟ قضايا عجيبة. النبي الأعظم، أنا أذكر كقطرة من ذلك البحر الخضم، دخل المسجد الحرام ليصلي، جاءه رجل أعرابي. الأعراب غير العرب، أعراب يعني من أهل البادية، من الغجر. جاءه وأخذ ثوب رسول الله من أثياقه، يعني منا من الياقة، وبدأ يخنق رسول الله بشكل، بدأ بخنق النبي إلى درجة أن وجه الطاهر صار أحمر. هو الرجل خاف مو على رسول الله، خاف على نفسه، لأنه كان يقتل رسول الله لكان يقتل مثل الجاهلي ثائر قبائل بني هاشم يقتلوه. على هذا الأساس في لحظة فكر أنه لو قتله يقتل، ترك الرسول. رسول الله الذي كان أقوى من علي بن أبي طالب دون شك، هو الإمام عليه السلام. علي بن أبي طالب قال أبا خيبر يقول كنا إذا حمي البأس واشتد الوطيس التجئنا برسول الله وكان أقربنا إلى العدو. هذا النبي العظيم بهذه القدرة، كلام كثير حول شجاعة رسول الله وقول قدرة رسول الله. النبي كان بإمكانه بضربة واحدة قاضي أن يقضي على هذا الرجل الجاهل، وعنده عشيرة وعنده قبيلة. أو كان أقلا، إذا الآن واحد أخذ ثوبي أنا هالشكل خلقني، أنا كرجل دين شلون أعمل؟ إذا أريد أكون أتخلق بالأخلاق الحسنة أقول لي شوية استحي، شوية أدب. ولكن رسول الله هذا العظيم التفت إلى ذلك الرجل، قال له إن كنت جائعا أشبعناك، إن كنت غريبا أغويناك، إن كنت فقيرا أغنيناك. نزل جبرائيل وإنك لعلى خلق عظيم. شيء نزل الآية هنا كان، لأن هاي المعاملة غير سيد الكون هذا العظيم، ما عندنا في تاريخ حتى الأنبياء أن يعامل الإساءة بالإحسان إلى أبعد الحدود. وإن الله العظيم الذي يصف نفسه بالقرآن بالعظيم، الله الذي يرى الدنيا وما فيها، وما الحياة الدنيا إلا لعب
له. هذه الدنيا متاع، يعني شيء صغير. هذا الرب العظيم يصف أخلاق النبي بالعظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. مو كلام إنسان، كلام رب الخلق. كيف كان يتعامل مع الناس؟ ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الإنسان الذي يريد يكون قيادي، أو الذي يريد يكون محبوب في الناس. في الرواية المنهل العذب كثير الزحام. المنهل هو المكان الذي الناس يشيلون عنده الماء من النهر، مو كل مكان متوفر الماء. أكو أماكن مثل رصيف، مثل درج، هذا يقول باللغة العربية منهل. إذا كان مكان من النهر ما عذب، تشوف الناس يقفون على هذا المنهل، كل واحد وياه الإناء ما يريد يشرب الماء. المنهل العذب كثير الزحام. رسول الله كان منهلا عذبا. النقطة الأولى، احنا نتعذب، احنا قوم رسول الله، احنا أمة رسول الله، نتعلم الطيبة، الأخلاق، التواضع على من أتكبر. قرار أيام نكون ضيوف ونخرج من هذه الدنيا. ألا إنما الدنيا كمنزل راحل. حقيقة إذا هاي كلمات أمير المؤمنين سلام الله عليه، يعني أناخ عشيا وهو في الصبح راحل. إذا أجاكم على الواحد ضيف، أجاكم من العراق، من باكستان، من إيران، ليلة واحدة، هالليلة ضيفك والصبح مسافر. هذا الإنسان معقول، حتى إذا يكون إنسان ثري، معقول لليلة واحدة يشتري السيارة ويشتري ثلاجة ويشتري فراش ويشتري فيلا؟ لا. وإذا نقول يقول يوم أنا الصبح طالع. ألا إن كلام أمير المؤمنين، ألا إنما الدنيا كمنزل راحل مسافر، أنا أخ عشية ليلة واحدة وهو في الصبح راحل. يسوى الدنيا حقيقة؟ ما تسوى. إذا ليش أتكبر على الناس؟ إذا كان الغرض لله. كان عندنا في إيران أيام اللي الله يلعن صدام ويلعن أحمد حسن البكر لعنة الله عليهم أجمعين، لما أخذوا أموالنا وأخذوا بيوتنا سفرونا إلى بلاد الغربة، كان عندنا مجلس في إيران، عندنا رجل، هذا الرجل صار لأكثر من 40 سنة يصنع الشاي في مجالس الحسين عليه السلام. هذا في المنصب صاير بالشاي في المجلس. هذا الرجل المؤمن يوم من الأيام إجا واحد قال أنا هاليوم اللي أسوي شاي. هذاك صديق من الشاي في 40 سنة صار له، قال خلاص عادي اليوم أنت سوي شاي. هو إجا قعد واحد من الناس العاديين. ذاك الضيف سوى الشاي، وشاي صديقنا كان أحسن من شاي الضيف، يعني الضيف ما قدر يجيب لنا شاي مثل شاي ذاك. هذا الرجل الشاي شي شرب قال ما شاء الله أحسن، عاشت إيدك، ما كسب نفسه. بالليل في عاد دققوا، في الليل في عالم الرؤيا رأى الإمام الحسين سلام الله عليه. الإمام يقول رضى الله رضانا أهل البيت. شوف الإمام الحسين عنك راضي لو مو راضي. بقول أرضيني إيرانيان مقصود توي كعبه ومدخانه برنا ونك مهم آية خدا رازيه. الله إمام حسين عليه السلام يفرميان أجل نخويت خدا از شما راضي باشه ببينيت من إمام حسين از شما راضي هستم يانا. تمام دعوا سر اينه و الا دنيا برای کی مونده عزيز. هذا الرجل المؤمن في تلك الليلة رأى الإمام الحسين عليه السلام. الإمام عليه السلام قال له 40 سنة في مجالة تسوي شاي في كفة من الميزان، اليوم الماضي في كفة من الميزان. اللهم صل على محمد وآل محمد. لأنك خالفت النفس، نفسك اللي يقول لك بابا حجينا أنت 40 سنة، أنت المؤسس، أنت وأنت وأنت. بس تصير واحد عادي تقعد بالمجلس وغيرك تشيخ عادي. رضى الله رضانا أهل البيت، هذا المهم.
أو كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لرضا فاطمة الزهراء سلام الله عليه ويغضب لغضبها. إذا يوم اللي أغمض عيني وأطلع من الدنيا الحسين راضي عني تسوى. أقول هذه كلمة بالفارسية بعدين أنا متحير أحكي فارسي وعربي. نعم ما نعرف الفارسي. المشكلة الفرصة ما يعرفوا العربي. دقائق أحكي فارسي. يا رزاز الوزراء جناب سلمان الفارسي سلمان المحمدي سلام الله عليه بيغمه فرمودا نجد سلمان المحمدي بيقول سلمان نجد سلمان الفارسي بيقول سلمان المحمدي سلمان منا أهل البيت. سلمان مرحوم علامه نوری نوشتم که ایشون لااقل 250 سال عمر داشت. 350 هم نوشتم. مرحوم شیخ نوری توی کتاب سلمان فارسیشون میگن 500 سال. به داخل پیر مردی بوده با عمر بسیار بالا. یه روز عمر خدمت سلمان فارسی رسید. به سلمان گفت ریش تو بهتره یا دم سگ؟ حالا چی غرضی داشت کنه نمیدونم به دخیره این تو بی ادب. خب اگر کسی به من میگه آقا ریش تو بهتری یا دوبه سر به هم برمیخوره. اما جناب سلمان علیه السلام بی این که بهش بر بخوره بهش فرمود که من یک پلی باید از روی این پل عبور کنم. اگر از این پل گذشتم نه ریش من از دوبه سر بهتره. اگر از این پل نگذشتم این ریش من دم سگ ازش بهتر. شنیدی عزیزم؟ چی ارزش داره ریش من؟ از اونجا باید عبور کرد. یوم من الایام عمر بن الخطاب التفت الى سلمان محمدی رضوان الله علیه سلام الله علی سلمان قال لسلمان الحیتك خیر ام ذنب الكلب؟ الى واحد يقول لي الي ممكن انا احسب الحاله. يعني احنا بالعراق نقول واحد يقول لك دهيتك احسن من ذي الجلد. تقول لك انا اقول ما تتحمل. سلمان عليه السلام ما زعل. سلمان رد عليه. قال ان امامي عقبه كعوده. اذا عورت العقبه لا لحيت افضل من ذنب الكلب. ما لي زعل. واذا لم اعبر تلك العقبه ذنب الكلب خير من دحيتي. شنو قيمه اللحيه الطويله؟ تقدر تعبر؟ هذا المهم، هذا القلب الطيب. أولياء الله ما كان يزعلون، بس أنا كلام حول رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيب الطاهر الذي جمع تلك الأخلاق العالية في قمة الأخلاق صلى الله عليه وسلم، ولم يكن فظا غليظا. النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام قضايا عجيبة في أخلاق وفي تاريخ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النبي جاء بين الصفا والمروة. ذاك اليوم كان وحيدا فنادى أبو جهل قومه قال هذا الذي يسفه عليتكم. فوقعوا على رسول الله وضربوه على سفح جبل المروة حتى أذموا رسول الله وصار شلوا على الأرض. بعد ما عنده طاقة يقوم هم صوروا مات. أمير المؤمنين عليه السلام جاءته سيدة الطاهر خديجة الكبرى سلام الله عليها قالت يا علي هذا اليوم لم يرجع إلينا محمد رسول الله ما رجع للبيت. فقام أمير المؤمنين وحمل معه قربة ماء المي ثقيل. أمير المؤمنين شاب وسيدة طاهر خديجة سلام الله عليها حملت معها شيئا من الخبز وجاء في صحاري مكة. أمير المؤمنين من طرف سيدة خديجة من طرف أمير المؤمنين نادي حبيبي يا رسول الله أين أنت جبني. سيدة طاهر خديجة نادي يا حبيبي يا رسول الله أين أنت. وإذا بأمير المؤمنين عليه السلام وصل إلى شلو على الأرض. شاف واحد يجي ميت وصل إليه رآه رسول الله صاح نادى يا سيدتي يا خديجة. فجاءت خديجة سلام الله عليها جلست خلف رسول الله مغمى عليه. جلست خلف النبي حملت رأسه الطاهر وضعت رأس رسول الله على صدرها
ورسول الله مغمن عليه. أمير المؤمنين عليه السلام رش على وجهه الماء، شرب قليلا من الماء، مي بارد، الشمس حارة، رسول الله فتح عينيه، أول كلمة قال اللهم اهد قومي فإنهم لا اللهم صل على محمد وآل محمد. لم يدعو عليهم بل دعا لهم، وهذه شيمة رسول الله. كل ما كان في البيت كان يروح إلى الصدقات. السيدة الطاهرة خديجة سلام الله عليها يوما أن تزوجت برسول الله على أقل الروايات كان عندها 70,000 ناقة وبعير، يعني أثرى امرأة عرفتها العرب. كل هذه النياق في خدمة رسول الله، وكلها رسول الله وزعها. ما قام الإسلام والمستقام إلا بسيف علي ومال خديجة. كان عندها آلاف التحف الذهبية، إبريق ذهب، أواني من الذهب والفضة، تحفيات، كلها انفقته في إلى درجة في يوم وفاتها السيدة خديجة سلام الله عليها ماتت على جلد كبش مدبوغ، كل شيء على المال. زين، مع هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل البيت وهو جائع. قال بني فاطمة هل عندك ما؟ قالت أبا يا رسول الله ليس لنا من الطعام، ولو كان عندي شيئا من الطعام لفضلتك على الحسن والحسين. ما مات منه هذا النبي الذي كان آنذاك. دققوا إخواني، حسب خارطة هذا اليوم 7 دول كانت في قبضة رسول الله، ما كان إنسان ضعيف. يعني دولة الحجاز تحسب وياي، الكويت، البحرين، الإمارات، قطر، عمان، صار 6. اليمن، إذا اليمن نحسبها اليمن الشمالي والجنوبي يصير يمنين، بس اليمن واحد إن شاء الله، الله سبحانه وتعالى يفرج عن أهل اليمن. 7 دول كانت في خدمة رسول الله. مع ذلك هكذا قائد في بيته طعام، يعني كان ينفق ما عنده في سبيل الله. فخرج رسول الله يكد على أهله، وصل خارج المدينة، شاف واحد رجل أعرابي هذا يسحب الماء من البئر عند قطيع غنم، يصب الماء في نهر للأغناء أو في برك. رسول الله، الأعرابي ما عرف هذا رسول الله، ما كان عنده فتاج أو ثياب مزركشة أو شيء، لا، هو يقول مسكين الرجال يسمى مساكين. جاء عند هذا الأعرابي وعرض عليه العمل، والعمل مو عيب، الشغل مو عيب، بإمكان كل واحد من إخواننا خصوصا في هذه البلاد، إننا نحط رياض مفتوحة لكم، بإمكان كل واحد من إخواننا من نقطة الصفر يصير مليونير، ممكن إذا الإنسان يريد الكدح والعمل. كذلك قالت لي الكائنات ونبأني سحرها المستتر، هذه أشعار أبو القاسم الشعبي التونسي، إبداع عنده في أشعار حقيقة، أنا حافظ الجميع أشعار، ولكن هنا أنا بعض الأبيات الجميلة. أبارك للناس أهل الطموح ومن يستلذ ركوب الخطر، كذلك قالت لي الكائنات ونبأني سرها المستتر، فلا الكون يحضن ميت الطيور ولا النحل يلثم ميت الزهر، ومن لم يحاول صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر، إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد لليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر. إبداع حقيقة، إبداع. الإنسان الذي يحاول، قبل يعني أسبوع الماضي في الهجية اللي كانت في بوسطن، واحد من إخواننا العراقيين من أهل الشامية، هذا إجى من العراق صفر اليد، كل شيء ما عنده، صفر، كل شيء ما عنده.
من الصفر بدا الان احد الثرياء واصفر ما شاء الله ملايين عنده ما شاء الله ممكن ممكن المهم روح الحديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عرض على هذا الاعرابي ان يشتغل عنده يسحب المي الاعرابي قال مقابل كل دلو الذي تسحب من البئر اعطيك 3 تمرات رسول الله سحب الدلو الاول الثاني الثالث 8 دلاء 8 × 3 يصير جيد 24 تمرة الدلو التاسع انقطع الدلو مو ذنب رسول الله دلو ثقيل الخيط انقطع الدلو طاح الرجل الفظ الغليظ رفع يده وصفع رسول الله على وجهه وما عندنا في التاريخ احد صفع رسول الله الا في هذه القضيه من هذا السيد الاولين والاخرين كان بامكانه ان باشاره واحده الملائكه رهن ارادته ولكن فبما رحمة من الله لنت له لين رسول الله نظر إليه وابتسم وتمتم بكلمات وإذا بماء البير ارتفع وارتفع والدلو على ظاهر بئمار ارتفع الدلو صار أمام رسول الله النبي شاء الله صلى الله عليه وسلم محمد النبي أعطاه الدلو في أمان الله شال التمر راح الرجل لما شاف هذه المعجزه عرف هذا من اولياء الله شلون ايدي تصفع هذا الرجل وهو من اولياء الله قبل ان يعرف انه رسول الله راسه اقول لك فض غريب وضع يده على صخره طلع الصابور ماله وقطع يده قطع ايد نفسه يضع شال الايد المقطوعه والدماء تسيل وهو يركض خلف رسول الله إلى أن وصل إليه قال له بأبي أنت وأمي أنا ما كنت أدري أنت ولي من أولياء الله بعض الناس مروا السلام عليك يا رسول هذا رسول الله أنا إيدي تصفع رسول الحمد لله أني قطعت هذه اليد ورسول الله وضع يده في مكانها وشيء من ريق دمه الطاهر وضعه على يده فرجعت يده صحيحة سالمة بإذن الله سبحانه وتعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفظ أخلاق في قمة القمم في قمة القمم كنت في ولاية فيرجينيا قبل 7 سنوات جاء الأستاذ من جامعة فيرجينيا يهودي وعلى كل صار حديث بيننا أن المسلمين رحموا ما عندهم المسلمين يذبحون الناس قلت أنا ما أريد أتحدث وياك حول اللي رحموا ما عنده هنا البلاد اليهود لهم قوة خارج حشية تسعة لا اليهود رحموا ما عندهم هذول اللي يذبحون الناس مو مسلمين احنا مو راضين عنهم مو اسلام الاسلام دين الرحمه وانا اجيب لك دليل الله شاهد يهودي امريكي قاعد قدام في قضيه واقعه خيبر رسول الله حاصر يهود خيبر 17 يوم مع ما كانوا يهود خيبر انذاك يستحقون القتل لأنهم نقضوا العهد مع رسول الله هذا تاريخ نقضوا العهد كان عندهم معاهدة مع النبي لا يغدروا برسول الله ولكن اتحدوا مع الكفار مع المشركين وغدروا برسول الله النبي أمر بمحاصرة كان عندهم 7 قلاع قد أبط القلعة مستحيل واحد يفتح هاي القلعة حاسبين 1000 حساب اليهود سير رسول الله حارب والجيش الإسلامي آنذاك طعامهم تمر فقط اللي عنده وحدة اللي عنده 2 اللي عنده اللي زين كان عنده كف من التمر خبز ما كان عندهم لحم ما كان عندهم إن المحاصرة 17 يوم
في اليوم السابع عشر خرج رجل يهودي شاب اختلف مع قومه، طلع من القلاع جاء إلى رسول الله، جاء إلى رسول الله شاف وسط المسلمين كلهم مثل بعض، لأن هم الحخامات مالهم عندهم ملابس عجيبة وغريبة. سأل أيكم محمد؟ وأنا أشار إلى رجل جالس على الغار، وكان النبي يجلس مع جماعة بشكل دائرة، لأن بالدائرة ما معلوم منو قاعد بالصدر منو قاعد بالعجز. قال رسول الله جاءت، قال أنت محمد؟ قال لماذا حصلت هذا الخيبر؟ النبي قال لي أنا مخامرة. قال يا محمد أنا أعطيك درب وطريقة أن تستلم تفتح هذه القلاع بأجمعها دون أن يخرج من أحدهم قطرة دم. يلا اشتروا خطة حلوة، اشرب بتعناقهم كلهم. شنو هاي الخطة؟ قال أنا من أهل الخيبر، والطريقة السهلة ابعث مع اثنين من المسلمين أنا أوديهم إلى نقطة سرية، هاي النقطة، هاي النقطة يخرج منها نهر ماء عذب، هذا النهر يغذي يعني يروي إن صح التعبير أهالي خيبر، مي الشرب مالهم، نقطع المي عليهم. إذا قطعنا الماء أهالي خيبر عندهم ذخيرة ثلاثة أيام فقط، بعد ثلاثة أيام جو حار لا يستطيعون الصبر على العطش، راح يستسلمون إليك، تأخذ لك القلاع ولا واحد قطرة دم يجي من خشمه. شو خطة حلوة؟ الكل قالوا نعم الرأي يا رسول الله، ورسول الله أطرق رأسه ثم رفع رأسه وقال لا أفعل، لا أفعل. سهل على البحث في العلوم السياسية مفصلة أنه هل هذا العمل، هل هذا القائد الذي يقول لا أفعل غلطان أو هو على الصح؟ هذا مو قائد سياسي، هذا النبي، هذا ولي الله على الأرض، يمثل الله، يمثل الرحمة الإلهية. قال لا أفعل. تعجبوا المسلمين، ولم يا رسول الله، يا أخي أنت جالس وطعش يوم حاصرهم ثلاثة أيام يستسلمون لك ولا واحد يموت. قال لأن في القلاع نساء وأطفال، والنساء ليس عليهن جناح، أنا حربي مع الرجال، أنا ما أتحمل أمام الله أن طفل رضيع ولو يهودي يتلوع من العطش. صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. يشهد الله، إلهي أنت شاهد، هذا الأستاذ اليهودي كان أمام الكلينكس، شال الكلينكس يمسح دموعه، يهودي، قال أنا لحد الآن ما أسمع، أول مرة أسمع هذا النبي. هالقلب الرحيم نزل على قلبك القرآن بعظمته، إذا نزل على الجبل يفسر الجبل، نزل على هالقلب، القلب الرحيم، القلب الطيب. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض. هذا الولد اليهودي صار مسلم ومع المسلمين، وبعدين امير المؤمنين سلام الله عليه قلع باب خيبر والقضيه انفصلت وسابعه. فالنبي الاعظم صلى الله عليه وسلم باخلاقه الطيبه وصل الامر الى درجه بنص القران ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا. ليش؟ قانون واحد من قوانين الإسلام الآن، إذا هذا القانون يطبق بالعالم، العالم كلهم يجون للإسلام. قانون واحد، شنو هذا القانون؟ احفظه. قال رسول الله من مات وترك مالا فماله لورثته، ومن مات وترك دينا فدينه عليه. شنو قانون حلو؟ الناس خصوصا اليهود آنذاك شافوا عجيب دين، إذا مات ماكو ضرائب، كل الأموال للورثة، وإذا مديون الديون كلها على بيت مال المسلمين على رسول الله. أفواج صاروا مسلمين. ما مضى من هذا الدين إلا 90 سنة، أيام الحجاج بن يوسف الثقفي، راحت الرحمة. من الذي أسس داعش؟ واحد منهم الحجاج.
من مؤسسة داعش. شان ياخذ الناس يبقروا بطونهم، يقطعوا رؤوسهم. داعش بعث الحجاج قاعد يوم من الايام في قصره من الشباك ينظر، شاف ولد طويل رشيق جميل عراقي في واسط في الكوت. قال هذا الطويل جيبوا لي. شاف رشيق، التفت الحجاج قال انت ليش طويل؟ يلا يضحك بالله عليك هذا السؤال، ليش طويل؟ الولد احتار في جواب. قال يا امير خلقني الله هكذا. قال عجيب لك جرأت على جوابي، تعجب تستحي، ليش تطلع لي؟ عمي انت اللي تسالني، الله خالقك طويل. قال لي انا لحد الان شاب مثلك ما قاطع راسه، اريد اشوف الطويل لما يقطع راسه شلون يرفس الدم. ما شاء الله يعني اللعب مع ارواح الناس. نفس الشيء اللي كان عند صدام وابن صدام وعديه وقصي. شو تاريخه بالنجس؟ لماذا خلقك الله طويلا؟ مو شرط بديتي ما يوصلك، مو هذا الدين، مو هذا التاريخ الذي يقرون امثال سلمان رشدي وامثال اليهود وامثال النصارى وامثال الهولنديين وامثال المالك يستهزئون بالدين. هذا تاريخكم، تفضلوا هذول رؤسائكم. ليش انت طويل؟ الولد احتار. شو جاب؟ قال لي يا عمي خلقني. قال لك جرأت معنا جوابي. تقدم يا حرسي وقطع راسه. ايش شنو ذنبي؟ قال ذنبك انك طويل. ذنبك انك طويل. طيب شوفوا في قبائل الامازون تحصلون هيك شيء. وتصدق هذا الولد المظلوم قطعوا راسه وكانوا يجيبون نعوذ بالله صفحة حديدية حارة على النار في الحمر. لما يقطعون الراس يخلون على الأوداج حتى الأوداج تلتحم لا يطلع الدم. شايفين الخروف لما يذبحون مع طول الدم عقب جسمه يرفس، حتى الخروف يرفس حتى الحجاج يستلذ. أم ديني رحمتك خدا عند متعال الرسول الله نازلك تمام الدنيا بين پیغمبر ایمان آورده. و حتی ایرانی ها گفت گرچه ز جور خلفا سوختی زال علی معرفت آموختی. اون ایرانی ها با اون عشق برن به اسلام، اونم عشق امیر مومنی اسلام باید. خب او در حقین ایرانی ها دیدن اون اخلاقیات امیر المؤمنین که باید بحث زیاد باید این کاشه یا جس فارسی میکنم عزیزان فارس صحبت میکردم، کسانی که دین خدا را عوض کردن. الان داره عرب زندان عرب میگفتم یکشون حجاج بود. حجاج یه روز دید تو بازار کوفه یه جوونی دید سقف بازار سوراخ، اتفاقا از این سوراخ ماه پیدا بود شب چهارده. این جوان رد شد یک کلمه گفت الله اکبر، فوراً پلیس گرفتش. گفت چه شعر میدی؟ گفت بابا از سوراخ بازار ماه رو دیدم. گفتم بریم این حقا بریم شما میخندید؟ فوردنش نزد آقای حجاج. گفت خب بگو ببینم توطعه گران با تو کیا هستن؟ خب کدوم توطعه؟ والله بالله ماه رو دیدم. الله اکبر گفتم برای سوراخ بازار سقف ما. گفت این خیلی دلش بزرگه جلدار برای قربان. گفت شکمش از اینجا از طرف چپ پاره کن قلبش رو در میبینم قلبش بزرگیان. هرچی این جوان التماس کرد بابا والله من بیگناهم، میدونم بیگناهی. چرا الله اکبر گفت ما رو دیدم؟ گفت نه تو توطعه میخواستی بکنی، این تو با خون مردم بازی میکرده. واحد من الشباب ايام الحجاج جابوه الى الامير. الحجاج قال اتحسن قراءه القران؟ تعرف تقرا القران؟ قال نعم. قال اقرا.
الولد بدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفاتح ورأيت الناس يخرجون من دين الله. اصبر اشتبهت. ورأيت الناس يدخلون. قال نعم يا أمير، كانوا يدخلون أيام رسول الله ويخرجون في أيام الآن. هذا الإسلام اللي الآن مو أهل أمريكا، أهل العراق اللي يخرجون من هذا الدين، أهل مكة ومدينة اللي يخرجون من هذا الدين، دين القتل والنهي. يا أخي أغنى دولة عربية الآن دا تقصف، الآن اللي دا يحشو وياكم دا تقصف أفقر دولة عربية بمال المسلمين، طائرات كاتب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله، يقصفون العرب العرب. يلا من يقدر يحكي؟ دولة بأكملها كل البنى التحتية، كل الجسور، مستشفيات، كلها تدمر. حتى صاحب السمو الملكي يشوف العرك ما راح على راحته. المهزلة. الآن ويا رأيت الناس يخرجون؟ يخرجون. وبالفعل. ما أقدر أن أثبت رأي الإخوان، ولكن الآن عندي صور هاي في ديترويت شغل بالمجلة. كنائس للمسلمين يروحون يصيرون مسيحيين، يخرجون من دين الله. طيب هذا الإسلام يتورى من هذا الإسلام، كان القتل والنهب. ما أخذ شعر نعوذ بالله. الآن بالواسع عندي ما لي قبل أشوف حقيقة. شادين عين، شادين إيدينا بنهب شجرة، يأخذ هذا داعش شعره يجره هاي من وراء بيد الساطور، يضرب على رقبته، يضرب ويضرب ويضرب العبد، يفسر راسه ويصيح الله أكبر. والله الدين غريب من عدم يا جماعة، هذا مو إسلام. إيه من أقول؟ أنت رحم الله والديك وإذا تعرفون اللغة قولوا لأصدقائكم الأمريكان يا ناس إحنا وراء من هذا الدين، هذا مو دين. ديننا دين الرحمة، دين العاطفة. واجب شرعي على كل مسلم، جنابك أخواتي مؤمنين مؤمنات، واجب شرعي عليكم كل يوم 30 مرة تقولون الرحمن أقلنا، 30 مرة تقولون الرحيم، واجب شرعي عليكم. مو 5 وجبات تصلي؟ كل وجبة الركعة الأولى والركعة الثانية بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صار 4. سورة قل هو الله، وأي سورة تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله واحد، أيضا بسم الله الرحمن الرحيم، في كل ركعة 3 مرات تقول الرحمن، 3 مرات تقول الرحيم، صحيح؟ احسب في 10 ركعات 30 مرة تقول الرحمن، 30 مرة تقول الرحيم، 60 مرة تجيب الرحمة على لسانك يا مسلم يا مؤمن. واجب شرعي. يعني إذا 60 مرة بتقول الرحمن الرحيم أنت منهن النار، أنت تارك الصلاة الحسن، مو شكل. هذا دين، هذا دين، دين الرحمة. مسألة شرعية مبين يا ناس، مسألة شرعية. إذا عندك كلاس مي تريد تتوضا، تريد تتوضا، شفت كلب عطشان، شفت خنزير عطشان، ديني يأمرني، إمام الصادق يأمرني، يقول هذا المي أعطيه للكلب العطشان، أعطيه للخنزير العطشان مي، ماكو تيمم، لا تتوضا، ماكو مي، مع ما عندي مي، لأن اكو ترتب، اكو شيء أوجب، اسمعني لو لا، هذا ديني، دين الرحمة، دين العواطف، دين المحبة. شو هذا الدين؟ والإمام الصادق إمامنا صاحب هذه الأيام، نرسل الإمام الصادق ميلاد يوم 17 ربيع. اللهم صل على محمد وآل محمد. يوم 17 ربيع الأول يوم ميلاد رسول الله، مصادف يوم ميلاد الإمام الصادق عليه السلام. الإمام الصادق احفظوها يا شباب، يقول وهل الدين إلا الحب؟ هو الدين شنو؟ حب. هذا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أحب الله، أحب رسول الله، أحب علي، أحب الإمام الصادق، أحب الحسين، أحب القرآن، هذا الدين، وأتبرأ من أعدائه. وهل الدين إلا الحب والبغض؟ هذا الدين شلون انقلب إلى دين مخيف؟ بعد 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 بعد. البارحة أنا جيت من ديترويت إلى هاي البلد بالمطار، والوقت العراقيين لعبوا بخير كثير، وما قالوا
حتى ايدي انا اخذه هالشكل جاولي فد شيء مشوا عليه ليكون تحت جلد ايدي اكو متفجرات. يا اخي ايدي هالشكل اخذها اخذوا شيء خلوهم الجهاز يشوفون ايدي معي قنبلة. وين وصلت احنا مقاماتنا؟ وين وصلت درجتنا احنا؟ الناس يخافون من وجودنا. هذا الاسلام الحبيب العزيز، هذا النبي الذي اليهود والنصارى كانوا يدخلون في دين الله افواجا. قضايا عجيبه. كلمه اذكر عن الامام الصادق روحي له الفداء، اذا عندكم احد صديق مسيحي اذكروا له هذه القضايا. الامام الصادق كان يراجع ولد اسمه زكريا مسيحي. زكريا ابن ابراهيم. زكريا جاء في خدمه الامام الصادق. الامام عليه السلام نصحه، تكلم وياه، شاف شلون دين جميل. احنا نحترم عيسى بن مريم عليه السلام، عيسى على عيني وعلى راسي، عيسى من عظام انبياء الله، واحنا في كتبنا عندنا دروس من عيسى، روايات من عيسى سلام الله على عيسى. والذي ينكر عيسى منكر القران. اللي ينكر عيسى ابن مريم مو مسلم، هذا ديننا. عيسى عليه السلام على عيوننا سيد المسيح يسوع من عظام انبياء الله. ولكن الذي اكمل من بعد عيسى ابن مريم على فتره من الرسل اكثر من 500 سنه فاصله هو رسول الله، جاء بالاسلام الكامل الدين الالهي الكامل. لا نفرق بين احد من رسله، هذا منطقنا بالقران. امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته بعد وكتبه ورسله، نعتقد بالرسل. فالإمام الصادق عليه السلام قال لزكريا ابن إبراهيم المسيحي، قال احنا نعتقد بعيسى عليه السلام. عيسى كان نبي، ولكن هو عيسى في الإنجيل بشر بنبي قال من بعدي اسمه أحمد، موجود في سورة الصبر القرآن يقول بشر برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. زين، فعيسى صلوات الله وسلامه عليه الذي بشر بالنبي العظيم، هذا عيسى متقبل ايده. ورواياتنا اجماع الروايات في قضيه الامام الحجه من الفريقين من الشيعه والسنه انه قريب ان شاء الله يكون قريب الفرج، راح تشوفون بعينكم يوم ظهور الامام الحجه عليه السلام سوف يصلي خلفه في الصف الاول عيسى ابن مريم عليه السلام. اللهم صل على محمد وعلي محمد. انسان عظيم عندهم. فالامام عليه السلام تحدث ويا زكريا بن ابراهيم، قال لزكريا احنا ايضا نعتقد بعيسى. بعدين الامام عليه السلام التفت الى زكريا، اتكلم وياه كلام جميل حول الاسلام الحلو، هذا الاسلام النظيف. الولد قال له هذا الاسلام، فاني اشهد ان لا اله الا الله وأن جدك محمد رسول الله وأنك ولي الله. خلص آمنت. التفت الإمام الصادق عليه السلام قال له عندك أم؟ قال نعم يا رسول الله، أمي مسيحية وعمياء. أنا صرت مسلم، هي مسيحية، شلون أعاملها؟ الإمام عليه السلام قال له أدام الله بقائكم، الإمام عليه السلام قال له عامل أمك خيرا من قبل. شلون قبل شفت عاملها الآن أكثر؟ زكريا يقول دخلت البيت، امي مقعده مزمنه مثل ما كنت تتحرك. بديت انظفها، اتذلل امامها، احضر لها الطعام، اخدمها وهي عمياء وهي مقعده عجوزه. قالت زكريا اراك تعاملني معامله لم تعاملني من قبل. قلت لها يا اماه انا أتيت إلى دين الإسلام، صرت مسلم، وهناك واحد من كبار أهل الدين أمرني أن أخدمك أكثر من قبل. يقول أمي العمياء المسيحية، قالت ولدي زكريا هذا الرجل إما نبي أو ابن نبي أو وصي نبي. قلت لا يا أمه إنه وصي نبي. قالت إذا علمني ما يقول. فأتيت إليها إلى الإمام الصادق عليه السلام، أخذت التعاليم، جئت إلى أمي، أمي أسلمت على يدي. قلت لها اجلسي شهدتين، شهدت شهادتين.
رجعت الإمام الصالح عليه السلام قلت لي يا ابن رسول الله أمي صارت مسلمة مرة عجوزة ما مصلية ما صايمة بس صارت مسلمة عجوزة عمياء. الإمام عليه السلام قال أنا أضمن لها على الله الجنة صارت مسلمة. الله رحيم بعباده تاريخ كل مسيحي ولكنها الآن صارت مسلمة تستحق الجنة. زكريا يقول رجعت البيت شفت أمي مات إلى رحمة الله. يقول في عالم الرؤيا بعد الدفن رأيتها في الجنة قالت ولدي لقد وفى لي صاحبك بما قال. الإمام الصالح وفى. الآن شفت آثار هذا الولاء لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. طيب أنا ما أريد أخذ أوقات الإخوة أكثر ولكن عندنا بعض الأبيات إن شاء الله ننهي المجلس بذكر رسول الله. البعض خصوصا الوهابية يسمون أن الشيعة بس يقولون يا علي لا إحنا نقول يا محمد وعقيدتنا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلهم نور واحد كما نعتقد برسول الله نعتقد بمعرفته نعتقد بكل الأئمة عليهم السلام. فالجواب أريد من الإخوة أعزائي أولا ترفعون إيدكم بشكل بيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبيعة للإمام الصادق. إذا تبون عن طريق العراقية العراقيين هالشكل إيدي يسيلون إيدي بعدين إذا تريقون على طريقة البصراوية البصراويين يجيبون إيدهم على اليمين يودون إيدهم على اليسار. الله شلون مجلس كله يصير. فأنت جوابكم 9 مرات يا محمد بعد هذا يا محمد العربي يعرف الإيراني يعرف الباكستاني يعرف من أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. صل على محمد وآل محمد. أنا أطلب من كل الإخوة يرفعون أيدهم وينادون يا محمد لما نبدأ بالجواب إن شاء الله جوابكم يا محمد بس الصوت أريد يطلع بره خلي يشوفون الأمريكان إحنا عندنا أهم الكريسماس إحنا عندنا ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. أطرب الكون وطير السعد خرت يا محمد لما أشير لكم تقولون بس لا أدش أطرب الكون وطير السعد خرت بشر الخلق بميلاد محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد صوتك صوتك يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا حلو حلو بيع مع رسول الله. أطلب القرآن يقول اليوم نختم على أفواههم هاي الأيات تتكلم وتكلمنا أيديهم تشهدنكم الأيات يوم القيامة بالبيع مع رسول الله. هسه لما ترفع يدك أول تجي على اليمين شو يمينك من نعمة بعدين تجي على اليسار حلو يصير زين. أنا بقول يا محمد ترفع يدك أطرب الكون والطير السعد غرّت أطرب الكون والطير السعد غرّت بشر الكون بميلاد محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد صوتك ارفع ارفع يا محمد يا محمد يا محمد إن شاء الله ذكر رسول الله عباده إلى المجلس مجلس عباده إن شاء الله وأسأل الله سبحانه وتعالى نظرة من الإمام الحج عليه السلام في هذا المجلس إن شاء الله الله سبحانه وتعالى يتقبل من الجميع إخوتي وأخواتي ليالي الأفراح وإن شاء الله من هذا البركة من يرضوكم شوية تحلون حالكم إن شاء الله وتأخذون البيت للمرضى لأولادكم لبناتكم للي عندهم امتحانات إن شاء الله ينجحون. اللي يحب رسول الله يرفع صوته أطرب الكون والطير السعد غرد بشر الخلق بميلاد محمد يا محمد يا محمد
محمد يا 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 محمد أيها العالم بشرى جاء خير الكائنات وتلا وتجلى في ربا أم القرى سر الحياة ذاك في التوراة والإنجيل أحمد ذاك في التوراة والإنجيل أحمد ولدى القرآن طه ومحمد بعد الحسين الطهر لسعاد حبهم فرض فهم آل محمد يا محمد يا محمد يا محمد
الخاطرين قدموا أحلى التهاني للإمام الباقرين ولتصادق في عيد النبي الطاهرين إن هذا العيد عيد أحمد ثم علي إن هذا العيد عيد أحمدي جعفري أحمدي من يوالي آل أحمد جعفري كل من نادى ورد شوف النسوان شي يسولوا يا هاي الأبيات هل هي لي أيتها المؤمنة الشيعية واسأل الزهراء هذه الليلة العيدية باركي عيد النبي والوصي السادس كلنا نرجو رضا الصديقة المرضية كلنا نرجو رضا الصديقة فمن رضاها من الله مؤيد ومواليها سعيد بل وأسعد ليحرم
وحق أمننا في العالم المستوحشي. أمل الخلق هو القائد لهم حق، أمل الخلق هو القائد لوحان، إنه المهدي من آل محمد. الدعاء هاي الايادي التي بايعت رسول الله والامام الصادق رئيس الدين ورئيس المذهب. يلا يلا يا المسلم يا المؤمن الجعفري، لحظات استجابه الدعاء. اسال الله سبحانه وتعالى ان لا ينساكم ولا ينسانا جميعا من فضله ورحمته هذه الليله يا بحق الامام الحج عليه السلام. الهي فرح قلوبنا يا الله، الايادي نحو السماء، هذه الايادي التي بايعت. اما نصر الدين.
انصر من نصر عليا امير المؤمنين. اللهم اخذل من خذل عليا امير المؤمنين. اللهم العن ودمر اعداء علي امير المؤمنين. اللهم اشفي مرضانا. اللهم من عليه وعلى مرضى المؤمنين بالشفاء العاجل يا الله. فك قيد أسرانا. آمنا في أوطاننا. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين. احشرنا جميعا مع انصار الحسين. تقبل منا هذا القليل بكرمك وبعد ثواب مجلسنا هذا الى ارواح المؤمنين والمؤمنات سيما من مضى من اهل هذا الجمع خصوصا المرحوم الشاب احمد قاسم. نهدي للجميع ثواب الفاتحه مع الصلوات.